اسمع، انت مش هتطلع من هنا غير لما تقول اللي تعرفه. فين اخوي؟ وايه اللي بينه وبين علام؟ ما عارفش. لو كنت فاكر ان علام هينجدك من يدي تبقى غلطان. ما عارفش حاجة. يبقى انت اللي جبت روحك. هتعمل ايه؟ اولع فيك. ما انت مالكش دية عندي. حرامي دخل يسرق، ولعت الحريقة في 60 ده يا كلب وراح. انطق. هقول لك اللي عارفه. قول، اتكلم. رئيس علام لقي خزنة المكتب مسروقة، ولما فتح الكاميرات لقي ان يحيى هو اللي سرقها. رئيس علام كان بيعامل يحيى كيف ولده تمام. خلانا نقلب عليه الاقصر لغايه ما عترنا فيه، ولما لقيناه ربطناه وغطسناه في الميه عشان يقول مكان الحاجه اللي سرقها. قتلت اخويا يا ولد الكلب. لا قتلت اخويا. لا طلعناه تاني من الميه. بس بعدها الرئيس علام جاله تليفون، فخلانا ناخد يحيى ونحطه في عربيته ومشي بيه وما عرفش راح بيه على فين. بس بعدها بكام يوم لقيته بيقول ان يحيى هرب منهم. هم مين اللي كلم علام؟ خد اخويا عديه. انطق. ما عرفش حاجه. انا اللي اعرف قلته. ما عرفش حاجه والله. فين اخويا؟ ما عرفش. زي ما تعرف فين اخويا. ما عرفش.